بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة حقيقية لا روضة مجازية، روضة حقيقية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي والمصلى، والمصلى على بعد تقريبا 500 متر، ما بين البيت يعني ما بين الحجرة النبوية والمصلى اللي هو في الجهة الجنوبية الغربية من مسجد رسول الله، يعني شاسع لا أظن بس الروضة هنا. الروضة أيضا ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى كلها روضة من رياض الجنة. قال عن وادي العقيق أنه من الجنة، قال عن جبل أحد جبل من الجنة، آبار كثيرة هناك قطع من الجنة. فالمدينة لو بحثنا لرأينا أكثر مواقعها هي من جنان الفردوس. ولذلك يحرص المسلم المؤمن الحاج الذي أدى الفريضة أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يزور قبره، لا، يزور النبي فعلا. قال الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه: لا تقل زرت قبر النبي، إنما قل زرت النبي فعلا وحقا وحقيقة، لأنه حي في قبره الشريف. وهو الذي قال صلوات الله عليه: ليلة أسري بي مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو حي قائم يصلي في قبره الشريف. ألم يقل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهنا نتساءل: هل تنقطع السلامات والصلوات على رسول الله؟ لا تنقطع. لحم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله حي فينا بروحه بتعاليمه بمبادئه بشريعته الغراء. لذلك لما نزور المصطفى عليه الصلاة والسلام ونقرئه السلام، نقرئه السلام، نتخيل دائما بل نتحقق دائما أنه يرد علينا السلام. قال أحد التابعين وهو إبراهيم بن شيبان: وقفت أمام الحجرة الشريفة فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فسمعت صوتا يقول من داخل الحجرة: وعليك السلام يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته. وكم من الأولياء والصالحين والعارفين حينما سلموا على رسول الله سمعوا إجابة النبي ونداءه وسلاماته. ألم يقف الإمام الرفاعي رضي الله تعالى عنه أمام الحجرة الشريفة وسلم على رسول الله؟ وكان أن مد له صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم كراماته رضوان الله عليه الإمام الرفاعي رضي الله عنه، ومد له فقبلها. كان يقول: السلام عليك يا جدي يا رسول الله، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. الإمام أبو الحسن الشاذلي لما وقف لم يستطع أن يدخل مسجد رسول الله، وقف متأدبا حافيا القدمين حاسر الرأس. قيل له: ألا تدخل يا إمام؟ قال: حتى يأذن لي رسول الله، لأن الله قال لنا: لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم. ثم جاءه الإذن فدخل متواضعا مخبتا خاشعا متذللا بين يدي الله ورسوله. فالله أسأل، يعني لا تؤاخذوني يا إخواني، أنا إلي وعد جئت على غير موعدة، متطفل على العلماء والشيخ فيصل حفظه الله أدامه الله، يعني يخدم عباد الله، يخدم الحجاج والمعتمرين والمحبين، وهذا أخونا أيضا
في كلماته العذاب، فلا تؤاخذوني على تطفل هذا، أنا جئت بموعد خاص لأمر خاص، ولا أعلم أنكم هنا ولا أدري أنكم هنا، لا أعلم، لكن أبى الله إلا أن يرزق عبده من حيث لا يحتسب، فرزقني الله النظر نظر وجوهكم النيرة إلي، وهذا أعتبره يعني هدية من الله لي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الأدب في هذا البلد، وحينما نصل إلى بلد رسول الله أوصيكم بالأدب مع كل شيء في المدينة، نتأدب مع أهلها، مع سكانها، مع ترابها، مع أحجارها، مع جدرانها، لا تقول هذا وهابي وهذا كذا وهذا، نحن لا شأن، كلهم يا أهل طيبة كلكم من أجل الحبيب حبيب، نحن نحب المدينة وأهل المدينة وتراب المدينة وجدرانها، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نتأدب مع الكل يا إخوان، لأن تراب المدينة شفاء، تراب المدينة شفاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، غبارها دواء، قال صلى الله عليه وسلم: والله إن تربة المدينة لمؤمنة، تربتها مؤمنة، طيبة طابت بطيبه بوجوده بشريعته بوصاياه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب في حضرته وفي حضرة أتباعه وعلمائه وورثته من علماء هذه الأمة، إنه سميع قريب مجيب، ومعذرة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.